من لوح صغير في كتاب ومدرسة صغيرة في قرية إلى منظومة عالية الجودة من الجامعات الحكومية والأهلية، رحلة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، مهبط الوحي ومهد رسالة الإسلام الخالدة. يعود تاريخ تنظيم التعليم إلى عهد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والذي أسس مجلس المعارف عام 1346 هجريا، ليكون من عمله نشر العلوم والمعارف والصنايع وافتتاح المدارس واختيار المعلمين. وعاما بعد عام حقق التعليم العالي بالمملكة نجاحات فريدة على مستوى الجامعات والخريجين، ومع الخطة التنموية السادسة 1415-1420 من الهجرة، اتجهت الرؤية لتوسيع قاعدة التعليم العالي بفتح الباب للقطاع الخاص الأهلي للمشاركة فيه وتطويره وفق المعايير العالمية للجودة والاعتماد الأكاديمي، فتأسس التعليم العالي الأهلي مستهدفا بذلك مساعدة القطاع الخاص للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف سياسات التعليم العالي في المملكة، بإقامة مؤسسات تعليمية لا تهدف إلى الربح، تلبي متطلبات التنمية المستديمة، وتدعم تحول المجتمع السعودي إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. قطاع التعليم العالي الأهلي أحد القطاعات الهامة في وزارة التعليم العالي، وقام على ثلاث مركبات أساسية، أولها الجودة في مخرجات التعليم والجودة في الخطط والبرامج الدراسية، أيضا متطلبات سوق العمل التي يتطلبها سوق العمل سواء في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، والتخصصات النوعية التي يقدمها التعليم العالي الأهلي. ولإنجاز هذا الهدف قام التعليم العالي الأهلي بوضع الضوابط التي تنظم عمل الجامعات الأهلية وعلاقتها بالوزارة على أسس أهمها التخطيط المشترك بين الوزارة والمستثمرين لأهداف كل كلية وتخصصاتها ومناهجها وفق احتياجات سوق العمل السعودي، التنظيم المشترك بين الجامعات وبين الوزارة، ويتمثل في تمثيل الوزارة في مجالس أمناء الجامعات والكليات الأهلية، حث الجامعات والكليات الأهلية على الحصول على الاعتمادات المحلية والدولية والشراكة مع المؤسسات التعليمية والمراكز البحثية العالمية، وتشجيعا للمستثمرين يقوم التعليم العالي الأهلي بالإشراف على تنفيذ جملة من القرارات، منها التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية لإقامة مؤسسات التعليم العالي الأهلي عليها، التنسيق مع وزارة المالية لتقديم القروض الميسرة لمؤسسات التعليم العالي الأهلي المرخص لها لدعم مشاريعها الإنشائية، تطبيق مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي الصادر في عام 1427 من الهجرة، والقاضي بدفع رسوم 50% من الطلاب والطالبات المقبولين سنويا بالجامعات والكليات الأهلية. المنح الدراسية التي تمنحها الوزارة 50% من عدد الطلاب في الكليات والجامعات الأهلية، تمنحهم الوزارة رسوم دفع الرسوم الدراسية السنوية. تعد الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي صاحبة الصلاحية في تقنين معايير التراخيص والاعتماد ومنحها لمؤسسات التعليم العالي الأهلية، والتي أثمرت في السنوات السابقة 10 جامعات أهلية يمنح بعضها درجة الماجستير و39 كلية في مختلف التخصصات، بما يخدم قرابة 70,000 طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة. يعمل في الجامعات والكليات الأهلية أكثر من 3500 عضو هيئة تدريس. الجامعات الأهلية: جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض،
جامعة عفة الأهلية بجدة، جامعة الفيصل الأهلية بالرياض، الجامعة العربية المفتوحة، جامعة الأمير فهد بن سلطان الأهلية بتبوك، جامعة اليمامة الأهلية بالرياض، جامعة الأمير محمد بن فهد الأهلية بالخبر، جامعة دار العلوم الأهلية بالرياض، جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية بجدة، جامعة دار الحكمة الأهلية للبنات بجدة. الكليات الأهلية: كلية الباحة الأهلية للعلوم، كلية فقيه للعلوم الطبية بجدة، كليات الرياض لطب الأسنان والصيدلة بالرياض، كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية بجدة، كليات القصيم الأهلية ببريدة، كلية البطرج الطبية للعلوم والتكنولوجيا الأهلية بجدة، كلية سعد للتمريض والعلوم الصحية بالخبر. كليات البيان الأهلية بالمدينة المنورة: كلية المعرفة للعلوم والتقنية بالرياض، كلية الريادة للعلوم الصحية بجدة، كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بجدة والتابعة لجامعة الفيصل الأهلية، كليات بريدة الأهلية، كلية المانع الأهلية للعلوم الطبية بالخبر، كلية الفارابي لطب الأسنان والتمريض بالرياض وجدة، كليات الغد الدولية للعلوم الصحية، كليات سليمان الراجح الأهلية بالبكيرية، كلية الشرق العربي للدراسات العليا بالرياض، كلية العناية الأهلية للعلوم الطبية بالرياض، كلية ابن رشد للعلوم الإدارية الأهلية بأبها. يسعى التعليم العالي الأهلي بوزارة التعليم العالي جاهداً إلى أن تكون مسيرة التعليم العالي الأهلي قوية ومحل ثقة سوق العمل لضمان جودة مخرجاتها. وسوف تشهد المرحلة المقبلة من عمل التعليم العالي الأهلي نقلة نوعية في الأداء بإطلاق عدد من المشروعات، منها مشروع التطوير الإلكتروني لمنظومة التعليم العالي الأهلي وربطه بالجامعات والكليات الأهلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مشروع تطوير آلية اعتماد الخطط والبرامج الأكاديمية في الجامعات والكليات الأهلية، مشروع التصنيف الوطني لبرامج مؤسسات التعليم العالي الأهلي، مشروع إدارة وضبط الجودة، ومشروع تطوير البحث العلمي في الجامعات والكليات الأهلية. وبهذا تتحقق الرؤية في أن يتشارك الجميع في بناء نهضة الوطن العلمية وفق نظام يوفر الجهد ويستثمر الموارد والطاقات ويفتح آفاقاً جديدة للتعليم والبحث العلمي في المملكة.